عزيزي المشاهد، برحب بيك تلميذ في مدرسة المسيح، تلميذ لأعظم معلم علمنا بحياته وبكلامه، وبيدعوك أنك تكون له تلميذ. تلميذ مش معناه مجرد تفهم عشان تجاوب على الأسئلة، لكن تلميذ معناه تدرك وتختبر وتعيش الحياة التي عاشها المسيح، تسمح له أنه هو يعيش فيك. وعشان تقدر تعمل كده أنت محتاج لمجموعة، مجموعة زي المجموعة اللي المسيح صنعها، مجموعة من كنيستك، من المؤمنين اللي حواليك، تجتمعوا مع بعض، تسمعوا مع بعض، تصلوا مع بعض، تشجعوا بعض أنك تطبقوا الحياة ديك وتكون اختبار حقيقي لكل واحد فيكم. صلاتي أن ده يتحقق معاك. أمين. عزيزي المشاهد، أحبائي، أرحب بكم في حلقة جديدة من مدرسة المسيح. برحب بكل واحد معانا هنا داخل الاستوديو، وبرحب بملايين الناس اللي معانا عبر الشاشات، القنوات الفضائية والدي في ديز. صلاتي أن الرحلة ديت تكون رحلة حقيقية لمعرفة الحق. آخر ما تكلمنا عنه هو منطقة الحق، منطقوا أحقاء ذهنكم، صاحين، اليقظة في المعرفة. آخر شاهد كنا بنقوله الحلقة الماضية، الفاهمون يضيئون كضياء الجلد. الفاهم زي مصباح بينور، بيضيء الظلمة. إبليس كذاب عايز يطفي النور، عايز الظلمة عشان يعمل هو عايزه. وربنا أعطانا الحق والفهم عشان نضيء بينهم كأنوار في العالم. الفاهمون يضيئون كضياء الجلد. الحلقة اللي فاتت عودة لما ابتدأنا عليه، دعوة للتلمذة، دعوة لمعرفة الحق، مش بس أن أفهمه، أن أفهمه، أن أدركه بنعمة الروح القدس، أن الروح القدس ينير علي روح الحكمة والإعلان في معرفته، مستنيرة عيون أذهانكم. فإذن اللي اتفقنا عليه في الحلقة الماضية في رحلتنا في الصراع الروحي، وقلنا أول قطعة من السلاح الله الكامل هو منطقة الحق، معرفة الحق. والمعرفة معناه بفهم، بفهم وبعدين بأدرك، أن الروح القدس ينور على ذهني، مستنيرة عيون أذهانكم، فأرى الحقيقة، أرى أن خطاياي غفرت فأقدر أغفر لنفسي، أرى أني محبوب كما أنا، فما حاولش أعمل حاجة عشان ربنا يحبني، بالعكس أنا أعمل إيه؟ أنا أستمتع بحبه ليا. الجهل بيمشيني في سكة غلط، بحاول أكون كويس عشان يحبني، حبني يا رب، حبني يا حبيبي، أحبك. تحبني على إيه؟ ده أنا خايب يا حبيبي. أنا بحبك، أنت إنسان، أنت ابني. الفاهمون يضيئون كضياء الجلد، ينوروا الحتة ديت فطريقهم يبقى مضاء. إبليس ما يعرفش يضحك عليهم، ما يعرفش يطمع فيهم، ما يعرفش يضلهم، لأن الدنيا منورة، عيون الأذهان مستنيرة، يضيئون كضياء الجلد. في غاية الأهمية الحلقة الماضية ديت، تكلمنا عنها كتير في السكة، كل رحلتنا في مدرسة المسيح هي رحلة أن نعرف الحق، والحق يحررنا، يغيرنا، يغيرنا. كنت بقول الحكاية ديت قبل كده في حلقة ماضية، أن ناس كتير لما بتلتقي بيا أكتر حاجة بتثلق قلبي وبتسعدني لما حد يسلم عليا يقول لي يا سيد سامح، مدرسة المسيح غيرتني، فهمتني. يقولها لي كتير، فهمتني في حاجات كتير مكناش فهمناها، فهمناها الحمد لله. مش ده الهدف. لما حد يقول لي انا حياتي اتغيرت، علاقتي مع زوجي اتغيرت، علاقتي مع اولادي اتغيرت، علاقتي مع ربنا اتغيرت، علاقتي مع نفسي اتغيرت، في شفاء النفس انا ونفسي بنتصالح، في معرفة الله انا وربنا بنتصالح، بتصالح، بتغير، بتشكل. الحق يحرركم، الحق
يغيركم. عشان كده أول قطعة من هذا السلاح الإلهي الروحي الحق. يعني عرف يد الحق. عايز ما سبناش فرصة للأسئلة وقفلنا على صوابعكم كلكم. فعايز إذا كان في أي سؤال في منطقة الحق دي عايزين نتأكد أنها متغطية قبل ما نخش في القطعة الأخرى من سلاح الله الكامل. أنا عايزة أعرف ليه ربط دايما في آيتين الحق والحياة، بعد كده قال إله الحق والحياة الأبدية، وحاجة تانية لما قلت لكي طب أنت مش عارف الإجابة فعلا؟ لا أنا مش عارف. الحقيقة هي اللي بتوديني للحياة مش كده؟ وهذه الحياة أن يعرفوك. يعني ليه هلك شعبي لعدم المعرفة مش كده؟ لأنه نتيجة أني أعرف الحق وأدركه هحيا. بالظبط كده. طيب لما بيلاطس سأل المسيح قال له أنا أتيت لأشهد الحق، قال وما هو الحق؟ ليه ما قالش أنا هو الحق؟ قال له أنا ملك. قال له هل أنت ملك؟ هو ما سألوش عن الحق مش كده؟ قال له أنت ملك؟ قال له لهذا ولدت ولهذا أتيت للعالم. أصله في آيات تانية المسيح هو الحق طبعا قالها. بس هو هنا لو قال له أنا الحق، ده مش السؤال مش كده؟ ده هو المسيح حط الحتة دي زيادة في الإجابة. هل أنت ملك؟ نعم أنا ملك لهذا ولدت لهذا أتيت إلى العالم لأشهد للحق. يعني حاول يقول له اسمع لك كلمة افهماني فرصتك. هو ضيعها. في حتة تانية اللي هي بتاعت تاهت مني دلوقتي. نرجع لك. ممكن المايك هناك. قلت انه الله اعطانا بصيره ان احنا ندرك، اوكي، ان نعرف الحق. انا فعلا بالحق مش عارفه ادرك ايه، ادرك ازاي الحق. تاني احنا شرحناها اكتر من مره، قلنا اني افهم ربنا بيشرح لي. الروح القدس قال روح الحكمه والاعلان. الحكمه معناه ايه؟ فهم، صح؟ فهمت. زي ما احنا بنعمل كده، مين اللي بيفهمنا اللي انا بقوله ده واللي انا بشرحه ده؟ مين؟ روح القدس مش كده؟ انا عندي كلمه عشان اطلع الحق منها محتاج مين؟ روح القدس. فروح القدس بيشرح لي، بيفهمني الاول، يقول لي فهمت. زي ما بولس بيكتب لتيموثاوس بيقول له افهم ما اقول، لان ممكن اللي ربنا كاتبه ده افهمه غلط، صح؟ وياما الناس بتفهمه غلط. فالروح القدس بيفهمني الاول، وبعد ما فهمني يقول لي فهمت، اقول له يقول لي طب خليني اوريك. ده اللي هو الاعلان. عشان كده في درس الكتاب فاكرين الحلقه دي قلنا ميديتيشن، فاكرين التامل، ان بعد ما افهم اعمل ايه؟ ابتدي ابص ودقق النظر وادخل جوه النص واعيش جوه الحقيقه مش كده، وابتدي الف في جوانبها المختلفه. فاكرين اخد مكان ده ومكان دي ومكان المسيح ومكان المشاهدين، صح كده؟ وانا بعمل كده الحقيقه بتبتدي تتراءى امام عيني اللي انا فهمتها واحسها والمسها وتدخل جوايا. ده الادراك مش كده؟ احنا اغلبنا بيكتفي بايه؟ فهمت. طبعا بعضنا بيقرا من غير ما يفهم، صح كده؟ بس انا بقرا الاول وبعدين بفهم وبعدين بتامل عشان يحصل ايه؟ الادراك. وبعدين بحفظ في قلبي اللي انا اختبرته دوت، وبعدين بنزل اطبقه. فاكرين ده الخمس حاجات اللي قلناها في ازاي اقرا الكتاب المقدس. طب اقول كلمه حضرتك قلتها، حضرتك قلت انه الحقيقه هي الله، لكن مش الله هو الحقيقه. اكبر. انا في ادراكي انه الاثنين واحد، الحقيقه هو الله والله الحقيقه، ما فيش اختلاف. لما حضرتك قلتها فهمتها، اوكي، يعني افرقها ازاي ان انا ادركتها؟ في حاجات انا مش محتاج ادركها لانها لا تتعامل مع ما اتغير اليه، فاهم قصدي؟ بتريح عقلي. في حقائق اكتفي ان انا ايه؟ افهمها.
لان دي بترد على تساؤلات. لكن في حقائق لازم ادركها: محبه الله، غفران الله، بنويتي لله حقيقه. اذا ما ادركتهاش فانا ابن بس مش عايشها غير لما ادركها، فاقدر اقول له بابا. مظبوط. في حقائق بتبقى رد على سؤال، وربنا هو الحقيقه. لا، ربنا اكبر من الحقيقه، هو مطلق الحقيقه، لان ربنا شخص عنده مشاعر وعنده اراده وعنده وجود وعنده ذات وعنده حياه، مش كده؟ الحقيقه جزء من كل ربنا، الكل. فبترد عليا فبتفهمني، لان بعض الناس يقول لك ايه الطبيعه هي ربنا. لا، ربنا خالق الطبيعه ومش الطبيعه. الحب هو ربنا. لا، الله محبه، بس المحبه مش هي الله. واضح الفرق الاثنين؟ الله محبه، بس المحبه مش هي ربنا، فنعبد الحب ونسجد للحب. لا، واضح؟ فده الفهم اللي عشان ما ضلش. لكن في حقائق افهمها بس، لكن في حقائق لازم ايه، لان دي اللي بتغيرني، دي اللي بختبرها، دي اللي انا عايز اعيشها. افتكرت سؤالك تاني؟ اتفضلي. افسس 3:19 اللي هي: بعد وتعرفوا محبه المسيح الفائقه المعرفه لكي تمتلئوا الى كل ملء الله. زي كان دي النتيجه، او ايه هو كل ملء الله؟ اللي هو ملء المعرفه ولا ملء المحبه؟ لا، ده ملء المحبه. المحبه، فاللي انا بادركه بمتلئ بيه. تعرفوا محبه المسيح الفائقه المعرفه، تمتلئوا الى ملء الله من هذا الحب. الحب مش المعرفه. لا، مش امتلئ من المعرفه، انا المعرفه هي اللي بتخليني اعمل ايه، امتلئ باللي انا عرفته، مش كده؟ بعرف رحمه الله فبمتلئ بهذه الرحمه، بعرف الحب بمتلئ بهذا الحب، بعرف الغفران بمتلئ بهذا الغفران، مش كده؟ امتلئ يعني انا اعرف احبه واعرف احب غيري. ان دي تسكب جوايا، ابقى تبقى عندي، تبقى عندي. هو ده كل ملء الله. ربنا دي عندي ملياني. كل ملء الله ملئي انا. انا امتلئ بملء الله، مش كده؟ دايما بنشبه الحكايه ديت، ما اقدرش احط البحر في كوبايه، اقدر الكوبايه صغيره، البحر كبير، لكن اقدر احط الكوبايه في البحر فتتملي بملء البحر، بس مش هتشفط البحر كله جواها، صح كده؟ فانا بغرق في البحر، فانا بمتلئ بملء الله، بمتلئ بملء الله، لكن مش بحتوي، صح؟ صح. في سؤال تاني ولا نكمل؟ ايوه اتفضل. اللي انا مدرك دلوقتي تمام ان انا لو فهمت ادركت، يعني انا بطبق الكلام ده، يعني حياتك ملء الملء الله، يعني انا بطبق المحبه. لا، انا بمتلئ عشان اطبق، عشان اطبق. ما ده اللي اقصده. طيب اوكي، انا متاكد بس من حاجه. طيب ناخد الدرس بتاع النهارده، القطعه الثانيه من قطع هذا السلاح، بيقول درع البر. درع البر، لابسين درع البر، لابسين درع البر. خلينا نشوف اخونا دوت على الطبيعه، وبعدين نشوف حته من فيلم كده عشان نشوف الدرع بحقه حقيقي، لان الدرع ده يعني اللي عندنا رخيص شويه يعني. فالدرع ده البتاعه ديت اللي هي هنا زي جلد، وبتتلبس من قدام وبتتلبس من ورا. في حكايه ان مفيش ورا ديت، مش عارف جبناها منين، وهنشوف حتى في الفيلم من ورا من قدام، ملهاش دعوه. فدي بتغطي منطقه الصدر كلها ولغايه تحت، لان دي المنطقه المعرضه لان في اثناء، مش السهام، السهام هتعديها، لكن دي المنطقه المعرضه ان السيف وهو بيضربني يقدر يعورني هنا، فبتحميني اثناء المبارزه من القتص. لما دراعي يتقطع كده غير لما يجيب صدري يشرخه حتتين. فده المنظر بتاع الدرع دوت، وهنتكلم عن ايه هو الدرع البر وليه نلبس درع بر والى اخره. فبس المنظر ده عشان ما نفتكروش. اشكرك. خلينا نشوف لقطه لدرع بقى جدع كده في فيلم تروي، وهو بقى البطل بيلبس استعدادا لمعركه فاصله في تاريخ هذا الشعب وذلك المكان. مجدست المسيح.
حاجة مهمة جدا عند المقاتل الدرع دوت، حاجة مهمة أو الأنديل اللي بتحمي منطقة حساسة جدا وأساسية جدا في حياته، معرضة للهجوم غالبا، كان ده دايما المكان اللي بينضرب فيه المقاتل مش كده؟ فدي حتة لازم يحميها. وبنشوف بقى أحيانا كان بيعملوا اللي هو الـ الـ السلك المجدول ده من مادة، إن حتى السيف لو دخل فيها ما يعوروش، بيلبسها تحت الدرع ده، بنشوفها في بعض الأفلام وبعض المعارك، وبيلبسها زي الفانيلا كده، زي شبكة، أيوة زي الشبكة الحديد ديت اللي بيلبسها، لأن دي منطقة خطرة جدا. لو جينا خدنا للمعنى الروحي، بنتكلم عن أني بر فيهم لابسين درع البر، أني بر حقيقة. احنا عندنا برين بنتكلم عنهم طول الوقت في حياتنا مع ربنا، وعايزين نفرق بينهم. في بر الله اللي بنناله بالإيمان لما بنقبل المسيح، وفي السلوك بالبر، هنشوف آيات كده وآيات كده. لما قال لابسين درع البر ما قالناش أني واحد فيهم، صح؟ حقيقة احنا محتاجين ايه؟ الاثنين، محتاجين الاثنين. فلازم اكون فاهم الاثنين دول، واحده منهم في المعركه الروحيه مش هتغطيني لوحدها، انا محتاج في الصراع الروحي مع ابليس، انا محتاج الاثنين. فهنشوف كل واحده ايه ودورها ايه في هذا الصراع الروحي مع ابليس. واضحه الفكره ديت؟ طيب، الجزء الاولاني من البر دوت، احنا ده بنقول ايه ليه ازاي، صح كده؟ فاحنا بنجاوب على ايه؟ بيقول الكتاب في كورنثوس الثانية 5:21، لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا أن نصير نحن بر الله فيه. فده بر عطية، هدية من ربنا المسيح صنعه على الصليب لما أخذ خطايانا. الذي لم يعرف خطية صار خطية عشان الخاطي ياخد الايه؟ البر. فالبار بقى خاطي عشان الخاطي يبقى بار. أنا لابس لبس الخطية، خدوا عني واداني لبس الايه؟ البر بتاعه. فهو لباس، عشان كده لابسين. فالبر ثياب الخلاص، رداء البر، مش كده؟ عشان كده دايما بلبسه. فدايما الكتاب بيتكلم عن لبس، انا بلبس. put on، حط عليك، حط عليك البر ده، حط عليك، اكتسي بهذا البر الذي لنا من الله. بولس بيقول ليس لي بري الذي من الناموس، انا فشلت، انا ما قدرتش احقق الناموس، انا ما قدرتش ابقى بار. وليس لي بري الذي من الناموس، بل الذي بايمان المسيح، البر الذي من الله بالايمان. واضحه زي وضوح الشمس، متبررين مجانا بنعمته بالفداء، مش كده؟ عندنا ايات كتير قوي خدناها بطولها وعرضها في باب المسيح لما تكلمنا عن الفداء الذي يقدم لنا البر. فانا عندي بر الله، البر الذي من الله اللي بيعطينا اياه، اللي مطلوب مننا نلبسه. البر الثاني اللي بيتكلم عنه الكتاب، احنا نسلك بالبر. الانسان، حزقيال 18:5، الانسان الذي كان بارا وفعل حقا وعدلا. وفعل، يبقى هنا في سلوك بالبر. وبعدين بيتكلم عن لسته بقى، لم يأكل على الجبال، لم يرفع عينيه للأصنام، لم يفعل، لم يظلم، لم يغتصب، كسى العريان، لم يعطي بالربا، لم يأخذ مرابحة، فهو بار. في الآخر فهو بار. ففي لسته بيتكلم عن واحد سلك بالبر، سلك بالبر، عاش حياة البر. هوشع، طرق الرب مستقيمة والأبرار يسلكون فيها. ليه؟ لأن الأبرار بيمشوا إيه؟ بيمشوا عدل. بيمشوا إيه؟ عدل. طرق ربنا عدلة، والبار بيعرف يمشي فيها لأن البار بيعرف يعمل إيه؟ بيمشي عادل. بيمشي إيه؟ سمعيني يا شباب، بيمشي إيه؟ عدل. في البيت وفي الغيط وفي الشارع، في النهار وبالليل، قدام الكمبيوتر ومع الآيبود ومع كل حاجة، بيمشي عدل. طرق الرب مستقيمة، الأبرار يسلكون، لأنه بيمشوا إيه؟ يصنع برا وحقا. المنافقون ما تعجبهمش الطرق المستقيمة دي، لأن متعود يمشي إيه؟ يعمل غرز، عارفين؟ بيمشي ياخد غرز كده في الشارع، ما يقدرش يمشي ما بين الخطين. عندنا الخطوط، الأجانب لما بيجوا عندنا وبيلاقوا الشارع متخطط كده
وبعدين كلنا ماشيين على الخط، فبيحسس انتوا الخطوط انه لهم ديكور، ده ديكور، ده ديكور عشان الصوره من فوق تبان الشارع متخطط، ملاش اي دعوه بينا، ملاش اي دعوه بينا. المنافقون يعصرون، كل رخص وقتهم بره تتاخد منهم كلهم، يقعدوا كلهم في بيوتهم او في السجن. في نظام، المنافقون ما يعرفش يحافظ على النظام، ما يعرفش يمشي عدل. كلمة دي جميلة قوي، يحفظني الكمال. الكمال هنا النزاهة. البر بيحافظ عليا، يحفظني الكمال والاستقامة اللي هو البر. عدل، بمشي ايه؟ عدل، ماشي عدل، بمشي ايه؟ عدل. الاستقامة، النزاهة والاستقامة، لأني انتظرتك، لأني انتظرتك، لأني انتظرتك. في الكتاب هنا بيتكلم عن حاجتين، لا في آية تانية أروع، دي في العهد الجديد بقى. هتقولي ده آية قديم، ده هو العهد الجديد، يوحنا الأولى 2:19. إن علمت أنه بار هو، إذا كان ربنا بار وإنتوا عارفين أنه هو بار، مش كده؟ بار وعدل ومظبوط وكامل، صح؟ فاعلموا أن كل من يصنع البر مولود منه. أنت مولود منه تصنع ليه؟ تعيش في البر. إذن خلي بالكم، في نوعين من البر هنا بتكلم عنهم. في بر باخده من الله بالإيمان بالمسيح، فبتبرر بيه أمام الله. وفي بر بعمل إيه؟ أنا بسلك بالبر وبالاستقامة أمام الله وأمام الناس. واللي مولود من الله واللي تبرر مفروض يعمل إيه؟ يسلك بالبر. فإذا درع البر نوعين هنا، بر الله اللي بيغطيني امام عداله الله، مش كده؟ وبر اللي انا بعيش بيه امام الله وامام مين؟ الناس وامام ابليس. محتاج للاثنين في المعركه الروحيه. بر يحفظني، بر الله يحفظني من الشكايه، بر يحفظني من الشكايه، مش كده؟ اذا الاثنين مهمين. هنشوف الحاجتين دول دلوقتي حالا قد ايه مهمين. ايه علاقة ده بالحرب الروحية؟ ايه علاقة ده بالحرب الروحية؟ ناخد بر الله الاول وبعدين ناخد بري. ناخد بر الله الاول. ليه بر الله مهم في المعركة الروحية؟ فاكرين في باب المسيح لما قلنا احنا الفداء بيقدم لنا التبرير والتقديس. التبرير كم مرة؟ عند فاكر التبرير كم مرة؟ مرة واحدة، كل ما اغلط اروح اتبرر تاني؟ ده ابني خلفته، كل ما يغلط ارميه في الزباله وبعدين اجيب واحد عيله، اجيب عيل غيره، اجيبه تاني من الزباله انضفه، هو ابني. فاذا فهمي ان بر الله ده بر كامل من الله، حكم عليا بالبراءه، اداني البراءه، ببطل ابرر نفسي قدام ربنا، ببطل احاول اثبت بري. زي ما بولس بيقول ليس لي بري الذي من الناموس، بل البر الذي من الله بالايمان. فمش بروح اتبرر امام الله، دي هديه خدتها وعايش بيها، ولبس لبسه بيحميني تحت غطاء المسيح، لابس المسيح، لابس بر المسيح امام الله، مقبول كل الوقت حتى لما اغلط انا مقبول لاني متبرر مجانا بنعمتي بالفداء. فإبليس ما يشككنيش، فالبر ده بيحميني من إبليس يلعب عليا ويشككني، يقول لي انت فقدت وانت ضعت وانت عملت وانت سويت وانت فاكر دي ايه. لا، هي دي هدية مجانا، خدتها بالإيمان وحفضل عايش بيها، لبس لبسني المسيح اياه ومحدش يقدر يقلعهوني. واضحة الفكرة دي؟ فإبليس ما بيضحك يضحك عليا لو انا مش فاهم بر الله، لو انا مش فاهم بر الله والبنوية بتاعتي والهدية ديت اللي اتكلمنا عنها في باب المسيح، لو انا مش فاهمها، لو انا مش لابسها، لو انا مش بقف امامه بيها، لو انا مش بقف امام الله بيها، هبقى كل مرة مش بعرف ادخل لمحضر ربنا، واحاول اغتسل عشان ادخل لمحضر ربنا، واحاول اتقدس عشان اقابل ربنا، واحاول اتنظف عشان ربنا يقبلني، مش كده؟ فما بخشش وما بدلش نعمة. لكن وانا لابس البر ده، لما بالعكس لما بتوسخ بجري وادخل محضر ربنا،
بأي حق وانت متسخ ببر المسيح. وفي محضر ربنا بيحصل لي ايه؟ بتنظف وبطهر. ما اقدرش اتنظف بره، مين اللي هتنظفني؟ هو. طب انا بحاول انظف نفسي يوصل عشان ادخل، فمش عارف انظف نفسي بره، مش كده؟ فما بخشش. ابليس ضحك عليا. بر المسيح بيخليني لما اغلط اعمل ايه؟ اجري وادخل وانال رحمه وعون. لو انا مش لابس البر ده مش هدخل، مش هاجي لا رحمه ولا عون، وينزل هو فيها ضرب بره. واضح الفكره ديت؟ فانا محتاج بر الله، لان ده اللي بيدخلني لمحضر ربنا عشان انال رحمه واجد عونا في حينه. مظبوط؟ طيب بري انا ليه اعيش انا بقى بالبر؟ ما اعمل اللي انا عايزه واخش واجد رحمه واطلع واخش، فاهمني؟ واعمل ليه بقى؟ ليه؟ عشان حاجتين مهمين قوي في المعركه الروحيه. اولهم اني اسكت شكايه العدو. وقلنا الحكايه ديت، ابليس بيجربني عشان اقع، عشان يشتكي عليا، عشان ياخد الحق انه ايه؟ يجربني اكتر. لما بيجربني ومش بسقط في الخطيه، لما بعيش بالبر، وكيل النيابه يروح للقاضي ويقول له ايه؟ مالوش حاجه، هيكتني عليه بدون سبب. انا قلت لك انه رجل كامل، انا قلت لك انا عارف ايوب، انا وريتك ايوب اهو. شكايتك باطله، قضيتك باطله، مرفوضه. لكن لو سقطت في الخطيه، ابليس يقف قدام المحكمه يقول له ايه؟ شفت؟ مش انا قلت لك؟ سيبني عليه، اداني حق في حياته، مش عايزك، هو عايز انا، انت اللي كنت واخده مني غصبا عني، غصبا عنه، اهو هو اللي عايزني دلوقتي. مظبوط يا ولاد؟ عشان كده الكتاب بيقول الكلمه ديت، لا تعطوا ابليس مكان. فاكرين الايه اللي احنا قلناها؟ رئيس هذا العالم ياتي، بتاعت المسيح، وليس له فيا شيء. فاكرين قصه جحا والمسمار بتاعه اللي حكيناها زمان؟ انا سايب حاجه بتاعته عندي، انا غلطان ومش شايل الغلطه، انا جوايا كراهيه لحد، انا جوايا عدم غفران لحد، انا جوايا خطيه محببه، انا جوايا عندي علاقه غير شرعيه، انا عندي حاجه انا عامل عامله ومخبيها، انا سايب لابليس ايه؟ من حقه يدخل ويخرج ويعمل اللي هو عايزه. انا اديته حق على حياتي، بسلك بالبر، ملوش حاجة عندي، ملوش حاجة عندي. شرحت القصة دي قبل كده بس اشرحها تاني. في قصة جميلة جدا جدا جدا، كانت تاني اكبر كتاب توزيعا بعد الكتاب المقدس لسنوات طويلة جدا، اغلب جيلكم ما يسمعش عنها خالص، اسمها سياحة المسيحي، سياحة المسيحي ليوحنا بنيان. قصة جميلة جدا، صور بصورة قصصية حياة الإنسان وهو بعيد عن ربنا في الكورة البعيدة، وبعدين بيروح للصليب وبيتقابل مع ربنا وبيلقي خطاياه، وبعدين بيبتدي رحلة نحو المدينة السماوية اللي هي من الإيمان إلى المجد إلى السماء، وفي السكة بقى بيسافر وبيتعرض لمخاطر واوا والآخر. قصة جميلة جدا. واحدة من المشاهد بتاعته جميلة قوي، وهو طالع في رحلته بقى للسماء، بص لقى ممر ضيق، ولقى على اليمين أسد ولقى على الشمال أسد. إبليس خصمكم إيه؟ كأسد. فوقف وبعدين بص للملاك اللي هو بيرشده الطريق، قال له طب أنا أعدي إزاي؟ قال له دقق كويس. فدقق كده لقى الأسد ده مربوط، والأسد ده مربوط، آخر الأسد دوت حافة الطريق، آخر الأسد ده حافة الطريق. قال له لو مشيت في السكه الدغري حدش هيكلمك، هيزمجر بس ما يطولكش، لو طلعت بره السكه انت حر. الاستقامه تعمل ايه؟ تحفظني.
فاكرين الآية؟ الاستقامة تحفظني، هيزمجر عليا بك ايدك. احنا فاكرين ابليس مش مربوط، لا ابليس دلوقتي مربوط، مربوط، هو مربوط، هو عنده سلطة محدودة، ما عندوش سلطة عليا. لكن لما انا بعيش منافق، لما بطلع من البر وبلعب معاه، انا اديته ايه؟ سلطان عليا، انا اللي اديته سلطان عليا. اللي ابليس بيعمله في العالم ده، الناس هي اللي اديته السلطان، هو مربوط الى ان يلقى في البحيره المتقده بنار وكبريت. ده لو هو مفلوت ما كانش خلى حد. القصه دي جميله جدا، والايه دي بتشرحها، الاستقامه تحفظني. البر مش بيديله مكان في حياتي، العوج انا بديله سلطان علي. جوايا وامام العداله الالهيه ويشتكي علي. سبب تاني مهم قوي، السلوك بالبر شهاده امام الناس ان هذا الانجيل مش مجرد بيبرني امام الله ويخليني اعمل اللي انا عايزه. مش بقول انا مؤمن واطلع عينين الخلق اللي حواليا في البيت وفي الغيط وفي مشكله كبيره قوي، ان كتير قوي مننا مؤمنين وخدام في الكنيسه، وطول النهار اهلهم يعيروهم في البيت، يقول له هو ده اللي بتعلمه لك يا واد الكنيسه؟ مالكش دعوه بالكنيسه، مالك ومال الكنيسه. ايوه، ما هو لو انت اتغيرت هتبان فين؟ في البيت، هتبان في الكليه، هتبان في الشارع، هتبان مع اصدقائك. مش انا في الكنيسه حلو وماسك كتابي كده وحلو وابانا الذي في السماوات وربنا جميل وربنا يباركك يا اخ وربنا يباركك يا اخت وربنا معاك وفي الشارع ايوه يالا ايه يالا في ايه ايه يا ابني ايه يا ابني في ايه. بيقول ايه الكتاب؟ لكي يروا، مش ايمانكم، يروا ايه؟ ده السلوك بالبر. What I do what I say، اللي بقوله اللي بعمله. السلوك بالبر مش اللي انا فاهمه، مش اللي انا مصدقه، السلوك بالبر اللي انا بقى ايه؟ بعمله، اللي بيخرج من شفتي، الطريقه اللي بعيش بيها، سلوكي، تصرفاتي. لو سلوكك اعوج، انت قلعت درع البر، ابليس هيبهدلك وانت اللي اديته حق. والمصيبه الاكبر انك بتشوه صوره الملكوت امام الناس. يروا اعمالكم الحسنه يمجدوا اباكم، يروا اعمالكم النصكم يقولوا ايه على ابوكم السماوي، يقولوا عليه ما عارفش يربيكم، صح؟ يقولوا على الايمان ده ايمان نظري، ده مش ايمان عملي. يعقوب كان واضح، قال ارني ايمانك بايه؟ باعمالك. الايمان هو الموضوع الرئيسي، بس بيبان في ايه؟ الاعمال. احنا بنتخانق مرات كتير قوي، الايمان ولا الاعمال؟ الاعمال ولا الايمان؟ الايمان ولا الاعمال؟ احنا بنتمرد بالايمان، لكن لو الايمان ده حقيقي لازم ينتج ايه؟ عمل. لو ما فيش عمل ناتج من الايمان، يبقى الايمان ده ايه؟ ميت في ذاته، باطل، مش حقيقي، مش حقيقي. يروا اعمالكم يمجدوا، مش يروا ايمانكم. الناس مش هتشوف الايمان، الناس بتشوف الايه؟ التصرف. يضئ نوركم قدام الناس، يمجدوا اباكم الذي هو في السماوات. خليني أقف هنا كالعادة، وناخد الدقائق الفضلة دي نسأل أسئلة في موضوع درع البر. احنا قلنا ايه وقلنا ليه، مش كده؟ وقلنا ليه وقلنا ازاي اني انا البس ده وانا داخل قدام ربنا عشان اقدر ادخل. قلنا ده اعيش اطبق الحقيقة ديت لو اللي جوايا ده حقيقي. أسئلة.
يعني يبقى حكم ازاي على الشخص اللي انا شايفه مثلا عايش في حياة الاستقامة وفي في بر الله وفي الناس مش شايفة ده في حياته، او في بيحكم انا عليه ازاي؟ يعني يحكم عليه ايه بايه مثلا؟ حلو قوي. هل من حقي احكم على الناس؟ لا، انا ما قصدتش الحكم ان انا احكم، يعني أيوة. انا شايف شخص عايش حياه الاستقامه كويس. وعلاقته حلوه قوي بربنا كويس. وحد بيحب ربنا قوي كويس. بيخدمه، لكن في ناس مش شايفه كده، هي حره، يبقى ايه؟ ولا ماليش دعوه انا مالي. خلي بالكم في الحكايه دي، انا ايه؟ مالي انا هعيش وهعيش مع الذين يدعون الرب بقلب نقي، مش كده؟ لا اجعل عثره في شيء للاخرين. بطرس المسيح قال له اتبعني، فمشي وراه، فبص لا يوحنا، فقال له طب وهذا ما له؟ قال له انت مالك. احنا عايزين نقوم بادوار مختلفه، فاهميني؟ عايزين نبقى القاضي والمحامي والوكيل، كله مع بعضه. انت مالك صح؟ عيش الصح مع الناس اللي عايشه صح عشان تمجدوا اباكم. راي الناس ايه؟ ده متروك ليهم. لما الناس تنتقدني اراجع نفسي، اقول عندهم حق في اللي قالوه ولا ما عندهمش حق؟ عندهم حق اصلح طرقي، ما عندهمش حق ولا يهمني، مش كده؟ سؤال تاني. ايوه، الكتاب مره قال احملوا سلاح الله ومرة قال البسوا سلاح الله. أيوة. هل في فرق بين الاثنين؟ في فرق، لان في قطع بنحملها وفي قطع ايه؟ بنلبسها، صح؟ صح؟ فالاثنين معنى واحد، بس هو بيستخدم المجاز هنا للتعبير عن نوع الشيء، صح كده؟ فطبعا هتقول لي طب ليه السيف بحمله وليه الدرع بحمله، الترس بحمله وليه الدرع بلبسه؟ عشان شكلها كده، لكن في واقع التطبيق واحد، مش كده؟ لكن لازم استخدم التعبير المجازي اللي يعبر عن الفكره الايه؟ المجازيه، لان واضح طبعا ده حاجه ايه؟ رمزيه، يعني طلعت المنطقه هنا، صح كده؟ ويمكن الخزه تطلع هنا، يعني الله عنبان. فخلي بالكم المعنى هو المهم. المسيح قال الكلام ده، قال الكلام الذي اكلمكم به هو روح وحياه. الحرف يعمل ايه؟ يقتل. احنا بقى بنموت واحنا نفسر الكتاب، نمسك في الايه؟ في الحرف ونسيب المعنى. مع المسيح قال المقصود تفهموا الايه؟ المعنى. والآية بتاعت مزمور 25-21 يحفظني الكمال والاستقامة، انا انبسطت بيها قوي بجد. في الاول وبعد كده وبعدين زعلت قوي، لان الصوره اللي حضرتك رسمتها هنا مش بتحصل معانا. الاسد مربوط وانا ماشي بغيظ، وانا ماشي مستقيم فمبسوط قوي. انا شايفه ان هو بيشنكلني وبيبهدلني، ويعني مش شايفه ان اللي بيمشي بالاستقامه، انا مش ضد حضرتك، انا معاك ان اللي بيمشي بالاستقامه يعني ابليس مش ملوش سلطان عليه ومش هياكل ايده، بس هو الحقيقه بحس انه مش عارفه اسيس سامح بيتعب اكتر. يعني حاسه كل ما بنسلك بالاستقامه الحرب بتزيد، بنتعب اكتر، مش عارفه يعني مش حاسه الايه. يعني قلت يحفظني الحمد لله، اللي عايش لك بالاستقامه بقى مفيش لا كده ولا كده. بس حاسه انه مش ماشي وردي كده، هو احنا اتفقنا ايوب كان ماشي بالاستقامه وجرب، مش كده؟ وجرب. فبنقول ان الاستقامه مش معناها مش هتبقى فيه تجارب. طب يحفظني من ايه؟ يحفظني من اني انا اقع، يحفظني من اني انا تزل، يحفظني من ان انا ايدي تتاكل، بس انا تعبان. يحفظني اني انا انتصر، خلي بالكم. يحفظني ان هو ملوش سلطان عليا، بيضربني ما عندوش سلطان عليا، وخد اذن من ربنا. لكن لو انا طلعت بره هو مش محتاج اذن من ربنا، صح؟ هو هياكلني. لا انا معاك، مش في بره. فاذا هنا في حفظ، زائد ان هنا بيخلي مرات كتير ربنا بيجي يجربني يقول له ايه؟ لا بس هي مش وردي قوي برضه. لا انا اتفقنا التجربه موجوده، ايه موجوده، بس نسبتها وتاثيرها عليا وان انا هقع فيها ولا لا مرتبط بايه؟ بيا، بمنطقه الحق، بدرع البر. هنتكلم عن ترس الايمان، مش كده؟ لانه انا ماشي عدل هيبعت لي ايه؟ سهام. ربنا اداني ايه؟ ترس.
هاجي بارزني اداني ايه؟ سيف. فكل قطعة عليها ايه؟ دورها. ده معناه انه مش هاجمني. ازاي؟ طبعا هيهاجم، ما احنا في معركة. مش لو لبست الحكاية دي هيخاف مني ويطلع يجري. بس انت شكلك انا لابس ده مبسوط. انا بقول مش هياكلني. هو في الاول وقف قال ما اقدرش اعدي. قال له لا تقدر تعدي، تقدر تعدي. هياكلني؟ لا مش هياكلني. هيزمجر 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 هيزمجر، بس مش هياكلني، مش هيغلبني، مش هيمنعني من المسير، مش هيوقفني، مش هيعطلني، مش هيكفيني على وشي. ارجوكوا خلي بالكوا، دي النصرة. النصرة مش انه ما يهاجمنيش، النصرة انه برغم المعركة انا ايه؟ يعظم انتصار، يسحق تحت اقدامنا. ده معناه انه هاجمني مش يهرب مني. عندي سؤال تاني في السؤال اللي سألته. لما حضرتك بتقول انه بيجي المؤمن البيت ويقولوا له يا عم فين اللي اتعلمته في الكنيسة، هو الموضوع شوية يعني شائك، لانه احيانا معظم اللي بيعيشوا بالاستقامة ممكن يكون مش عاجب اللي في البيت، يعني عايزيني اكون مؤمن على شكلهم او عايزيني اكون بحسب تقاليدهم. فهو مش يعني معلش انا فهمت من حضرتك غلط انه لازم اكون متصدق عليا في البيت لما اكون مسلك بالاستقامة، بس احيانا بيكون العكس. طبعا بيكون، بس لما البيت بيشتكي عليا في الصح يبقى انا غلطان. يعني لما يكون البيت بيقول لي انت ليه ما بتلعبش قمار يا قليل ادب، ده امتياز ليا صح. انت ليه مش بتسكر، دي شهاده ليا. لما يقول لي انت ليه مش بتتكلم باحترام، يبقى دي شهاده عليا. انت ليه بتيجي وش الفجر كل يوم؟ كل يوم بقضيه في بيت الصلاه يا بابا، للصبح بصلي ولا صايع. فالشكوى بتقول لي انا سالك بالاستقامه ولا لا. يعني في شكوى تقول لي اني سالك بالاستقامه، وفي شكوى تقول لي ان انا سالك بايه؟ بالعوج. فنوع الشكوى يحدد لي. بس احيانا بكون سالك بالاستقامه بس انا مؤمن شكلي مش عاجبهم، عايزيني شكلهم، زي حته التعصب شويه يعني، فاهمني؟ يعني مره تانية برضه، ايه الشكوى؟ نوع الشكوى بيقول لي انا عدل ولا مش عدل. نوع الشكوى بيقول لي بيشتكي عليا ان انا بحب ربنا ومانيش شكل التدين، بس انا بحب ربنا وهو بيشهد اني بحب ربنا. نوع الشكوى ما هو مش عاجبه. نوع زي بالظبط بتسكر ولا لا، بس انا باخدها، انا باخدها للاكستريم عشان تبان. نوع الشكوى بيقول لي انا سالك بالاستقامه ولا لا، ايا كان البيت او الغيط. عزيزي المشاهد، احبائي، اشكركم عشان متابعتكم لنا هذه الحلقه. هنستكمل الاسئله في الحلقه المقبله. الى ان نرتقي، ربنا يباركك ويحفظك. امين. مجدست المسيح. في نهاية حلقتنا عزيزي المشاهد، عايز أشجعك أنك تروح للويب سايت بتاع هذا البرنامج schoolofchrist.tv. هتجد كل الحلقات موجودة، وكل حلقة هتلاقيها بكل الصور المختلفة. تقدر تتفرج عليها ستريمينج، تقدر تلاقيها وورد، تقدر تلاقيها كشيت عشان تحل وتبعته لينا مرة تانية، تقدر تلاقيها PDF، تقدر تلاقيها PowerPoint، أو تقدر تحملها لنفسك على أساس أنها تكون MP3 عشان تقدر تسمعها، أو تكون للآيبود بتاعك، أو تكون للآيفون بتاعك، أو تكون كمان ويندو ميديا بلاير. والسيديهات، الديفيديهات هاي كواليتي، موجودة في جميع المكاتب المسيحية من الآن، فصاعدا تقدر تحصل عليها وتقدر كمان تديها هدايا لأصدقائك. إلى أن نلتقي، ربنا معك.